هي ايه قصاصات القماش؟ قصاصات القماش دي بتترمي للأسف الشديد في الزبالة، وفي ناس بتاخدها تدورها، وأنا كنتش أعرف دي قوي نتيجة بنت وهي صغيرة كانت بتقول لي إن هم كانوا مودينهم رحلة في مكان اسمه زبالين، بس أنا معرفش إيه هو زبالين ده. فاكتشفت مكان بيجمعوا فيه الكمامة ويعيدوا تدويرها تاني، بيعملوا أكياس ورق وشنط صغيرة للأطفال والكبار وحاجات كده. دي بتعتمد على إنه تحتاج إن يكون في مصانع عشان يبقى في قصصات كتير تجمعيها وتعمليها للأماكن دي علشان تقدري تجهزيها. إنما القصصات اللي بتطلع من المحلات الصغيرة دي تبقى مهما كانت كميتها تعتقد كيلو 2 كيلو 3 كيلو على النهار، فدي برضو مش بالكم الكبير اللي ممكن يتجمع على انه يدور مصانع كمامة تجهز. يعني مش محتاجة قرار، انها محتاجة انها تخلي زي ما هم طلعوا كده فكرة انه الناس تجمع العلب بتاعت الكنزات ويعملوها مش عارف في أماكن يسلموها وياخدوا منها نقط أو حاجات كده ويكسبوا الأولاد أو يكسبوا الناس دي، فممكن يعملوا نفس الأسلوب مع كل الحاجات دي ويوضعوها يعملوها بنفس الطريقة، يعملوا نوع من أنواع التحفيز للناس اللي بتلم الخمامة إن ياخدوا الحاجات دي ويجمعوها في أماكن يوردوها علشان تجهز للمصانع دي.